عموما اليوم غادي نتكلموا على الجراحات العامه للاطفال من ناحيه التخصص، الامراض الشائعه اللي تتطلب الجراحه وغيرها من التوضيحات مع الاخصائي في الميدان بامتياز. هو استاذ ممرض سابقا بمستشفى بنورج، يشتغل الان في القطاع الخاص ومسؤول عن مستشفى خاص بالاطفال هنا بمدينه الدار البيضاء، وطبعا هو اخصائي في جراحه الاطفال. معنا البروفيسور فيصل زرق. مرحبا بك بروفيسور، شرفتينا بحضورك اليوم. صباح الخير لسميرة، شكرا على الاستضافه ليك والطاقم ديال الصباحيات واذاعه الدوزام، وانا مسرور بوجودي معكم، وتنقول للمشاهدين ديال قناه الدوزام عيد مبارك سعيد. الله يكبر بك، شكرا لك. حنايا حنا في الكواليس ما شاء الله دكتور زرق كلشي تيعرفوا، لان كل الاباء والامهات ولا بدا في الدار البيضاء اتجهوا ليه واحد المره في حياتهم. معروف عليك الحرفيه ما شاء الله والمهنيه والاخلاص في العمل ديالك. اليوم بغينا نوضحوا الامور للمشاهدين، فاش نتكلموا على جراحات الاطفال ماشي كل الناس يفكروا في طبيب جراح فاش تتوقع شي حاجه لوليداتهم، فشنو هي الامراض او الحالات اللي تستدعي منا ان نمشيو عند طبيب جراح؟ تماما لا سميره، وهذا هو الهدف ديال الوجود ديالي اليوم هنا. بغيت نذكر المشاهدين والمغاربه بصفه عامه ان الطفل ماشي هو واحد الرجل او لا واحد المراه بحجم صغير. يعني الطفل عنده الخصوصيات ديالو، والطريقه باش يعبر الجسم ديالو على المرض ماشي هي الطريقه التي يعبر بها الانسان يعني الكبير البالغ ولهذا ضروري ان الحمد لله عندنا اليوم جميع المؤهلات وجميع الكفاءات، وعندنا واحد العدد لا يستهان به ديال الاطباء المختصين في جراحه الاطفال، ولهذا من المستحب ومن المستحسن ونتمنى على الله نوصلوا شيئا فشيئا لهذه الوضعيه اللي واصلين لها الدول المتقدمه، ان الاطفال اللي عندهم مرض يا اما متاكدين منه او لا شاكين فيه يكون من يعني الاختصاص ديال جراحه الاطفال، ان الاباء يتوجهوا لهذا المختص حتى اننا ننقصوا من المضاعفات اللي يمكن لها ترتب على ان ملي تيمشيو الاباء عند اختصاص اخر ولا تيتعطلوا، يعني هذاك المشوار اللي تيديروا هذيك المراحل اللي تيدوزها راه تضيعوا في الوقت باش باش يكون التشخيص في محله. احنا في انا في الممارسه ديالي اليوميه ملي كنت في القطاع ديال العام او حاليا في القطاع الخاص، تنشوف يعني بصفه دائمه الناس اللي من بعد ما تيزوروا اطباء اخرين عاد تيوصلوا لعندنا، ولا بعد نوبه تيكون يعني فتح في شي بلاصه اخرى ولا هذا، تيقول لك ما كنتش عارف باللي كاين هذا الاختصاص هذا. مع الاسف ومع العلم على انه هذا الاختصاص موجود في المغرب منذ الستينات، وانه كان مركز جامعي اول في الرباط منذ السبعينات، والمركز الثاني في الدار البيضاء، والحمد لله كاين في المغرب اليوم اربعه ديال المراكز استشفائيه يعني جامعيه في الرباط وفي الدار البيضاء وفي مراكش وفي فاس، وجوج اخرين في وجده وفي اكادير من غير القطاع الخاص طبعا. ومن غير القطاع الخاص، يعني في المغرب كاين اليوم واحد 250 اختصاصي في هذا الاختصاص هذا مختصين، ويعني متفرقين على جميع القطاعات وفي جميع المدن، اذا خسر الناس يعرفوا ويتوجهوا. تنظن بان المشكل هو مشكل يعني معلومه اللي خاصها توصل. تماما. دونك المعلومه جوستومون الاباء والامهات امتى يمشيوا عند المختص في جراحه الاطفال؟ انا يعني حد العلم ديالي انايا الختانه مثلا. تمام. الختانه تمشي عند اخصائي في الجراحه. هذا من البديهيات. الموضوع ديال الختانه موضوع شاسع. ويعني خصو ربما حصه خاصه. يا ريت تقبل الدعوه ديالنا باش تصبحوا لنا ان شاء الله. بكل فرح. ان شاء الله. غير يعني الختانه غنقول واحد جوج كلمات ومن بعد نرجعوا لها بتفصيل. يعني مازال لحد الان كلشي تيختن. من اللي ماشي الطبيب الممرض لجميع المختصين الطب العام الى اخره، وهذا الشيء غادي نهضروا عليه من بعد. مع الاسف الا ما دارتش الختانه اللي خصنا نعتبروها كعمليه جراحيه ولو انها صغيره، خصها تدار بطريقه علميه مضبوطه جراحيه في ظروف وحرفيه ومهنيه، في ظروف يعني احسن ما يمكن سليمه حتى اننا نتفاداو، لانه الا وقع الله يحفظ حادثه ديال البتر ديال الطرف او هذا ديال العضو ديال تماما، يعني هذا واحد من المغاربه الا وقع له هذا، انا بالنسبه لي تيبرر على اننا
نقوموا بهذه العمليه ديال الختان في الطريقه بطريقه وبسليمه وب يعني توالم مع من غير الوعد ديالك راه كاين باش تجلس هضرنا على الختان ان شاء الله. على الراس على الراس العين وكاين واحد العدد كبير مثلاً. ديال مثلا واحد الموضوع خاص بالطفل اللي خصك تعرف باللي بعض الحالات تنكونوا مضطرين اننا نفتحوا الطفل نقوم على عمليه جراحيه الطفل في يعني في الوزن ديالو كيلو او كيلو ونص او يعني صغير بزاف. وحاجه اخرى اللي مهمه هو انه العمليات الجراحيه وبالخصوص اللي تتكون شويه معقده تيخص يقوم بها يعني الطبيب مختص في التخدير ديال الطفل لانه ما يمكنش اي واحد بحال اللي قلت لك يطبق المبادئ ديال الكبير على الصغير فرق كبير تماما. كاين مثلا الكسر عند الطفل ما تيجبرش بنفس الطريقه التي يكون عند الرجل الكبير يعني خصك تطبق واحد المبادئ والمعاني ديال سميتو. كاين يعني الله يحفظ الامراض الخطيره بحال الكونسير الاخري ما تداواش عند الطفل بحال اللي تداو عند الكبير. وكاين يعني الشابيتخ الموضوع الكبير ديال لي مالفورماسيون العاهات اللي تتزاد بها الطفل واللي تيتخص يمشيو الناس جوستومون عند الاختصاصي باش يتكلف بها. واخا انا كأم جو سي با بحال دابا الوليد عنده عاهه في القلب ما غاديش نمشي عند طبيب اخصائي في القلب خاصني نمشي عند جراح ديال القلب عند اطفال صغار. هذا هو الاختلاف. في المغرب احنا واحد 36 مليون منها واحد حسب الاحصاءات الاخيره 26% ديال اللي العمر ديالهم اقل من 15 سنه يعني واحد تقريبا 9 ديال المليون ديال 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 الاطفال تتخلي تقريبا 64% للكبار. بحال اللي قلتي يعني كاين جوج ديال الطرق باش نتوجهوا للمرض يا اما عن العضو مثلا القلب او الكليه او العظام الى اخره واما السن. ولكن في الدول المتقدمه قول لنا في داخل الاختصاص ديال العضو مثلا الاختصاصي في الكلي او الاختصاص في القلب الى اخره تتلقى دائما فرقين ما بين الكبير وما بين الصغير. هادشي عندنا في المغرب ولا لا؟ ما نسبيا يعني بدا تيبان في المدن الكبرى بدا تيبان واخا مازال حتى في الدار البيضاء او الرباط او مراكش مازال هاد الناس ما دايرينش هاد الفرق. خاصو يكون بطبيعه الحال خاصو يكون اكثر من ذلك. نقدر نقول لك بحال دابا في امريكا تتلقى واحد المختص في عند الطفل في عضو واحد مثلا ما يقيس الا في النبوله او لا في الكلوه او لا اخره واخا عنده واحد التجربه في التكوين ديالو تيوصل لواحد الوقت باش تيبقى يهضر غير على عضو واحد. وهذا الاختصاص يعطينا اكثر مهنيه اكثر احترافيه اكثر تماماً. تركيز على هذاك العضو بالتالي كاينه فعاليه اكثر ونجاح بحيث ملي تيجي هذاك الاختصاص وتيقول لك في هذاك العضو اللي تيخدم فيه يوميا مده ديال 10 سنين 15 عام 20 عام الا قال لك داشي يمكن لك تغمض عينيك وتمشي دير فيه الثقه 100%. واخا دكتور شنو تيمنعنا حنا في المغرب حاليا ان يكون عندنا هاد الاختصاصات هادي وانا عارفه بان ما شاء الله لي كومبيتونس كاينين المؤهلات كاينين الكفاءات على غراركم مثلا شنو اللي تيمنعنا اليوم في المغرب يكون عندنا هاد الاختصاصات بحال هكا؟ مازال بشويه بشويه الحمد لله راه الوضعيه في المغرب في جميع الاختصاصات وبصفه خاصه في الاختصاص ديال جراحه الاطفال ماشي هي الوضعيه اللي كانت فيها في الستينات او السبعينات حين درنا واحد التقدم كبير الحمد لله ولكن مازال. وهذا الشيء تنظن انايا خصو يمشي بالتوازي من جهه المختصين خصهم يبذلوا مجهود باش يعني يتقنوا الخدمه ديالهم اكثر فاكثر والمواطنين يعرفوا باللي كاين هذا الاختصاص وفين يتجهوا وما حد المواطن تيطلب وتيلح يبلا وتيدفع المختص او الاختصاصي انه يقوم بالعمل ديالو على احسن كاين دور ديال السلطات كذلك وبطبيعه الحال كاين دور ديال السلطات ولازم خاص بيتو. لا الحمد لله المسائل غاديه مزيان غادي يعني المؤسسات كاينه لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص والمسائل غاديه في مسار مزيان. بروفيسور الزرخ اخر نصيحه لكل المشاهدين امهات اباء اللي عندهم وليداتهم الصغار اللي الله يحفظ كنا معرضين لها وقع مشكل لوليداتهم اشنو يديروا؟ بحال اللي قلت تنعاود ناكد عليها تيظهر لي احسن ما يقوم الاب او الام اللي تيشوف الطفل ديالو مريض كيف ما كان المرض ديالو يتوجه للمختص في الطفل في بيدان ديال الطب بحال اللي قلنا من 15 من الولاده حتى ل 15 سنه لتحت. الا كان مرض يعالج بالدواء غادي يمشي عند بيدياتر طبيب اختصاصي في امراض الطفل اللي تيعالج بالدواء. إذا كان الآباء شكوا أن المشكل جراحي
او لا متاكدين يمشيوا مباشره عند الاطباء الجراحين، لانه كاينين في المغرب كاملين مختصين في الطفل. الا مشاو مثلا ما عرفوش، لنفرض انه الوليد جاتو حرق في الكرش ديالو وداوه عند طبيب اختصاصي في سميتو ولكن ماشي جراح، غادي يشك مثلا في المصرنه الزايده لابانديسيت، هو مباشره غيصيفطو عند المختص في جراحه الاطفال. لابانديسيت كاينه عند الكبير وكاينه عند الصغير، والمضاعفات ديالها ماشي هي، والطريقه باش تفتح ماشي هي، نقولوا غير ديك الجريحه تكون تتكون بواحد الطريقه خاصة بالطفل إلى آخره. هذه هي المعلومة تنظل مهمة جدا في حصة اليوم معك بروفيسور زرق، هي أن الطفل الصغير ماشي هو جسم مصغر للبالغ، لأنه اختصاص آخر وتستدعي تخصص آخر طبي. فشكرا لك بروفيسور الزرق. شكرا. وأنا سنتظر منك تلبية الدعوة باش تكلموا على اختنا بالطريقة العلمية والمهنية. بكل فرح. شكرا لك بروفيسور الزرق، وإلى الملتقى.